إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل ضمن اتفاق الهدنة بقطاع غزة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا ويشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مصر على عهدها في مساندة ودعم القضية الفلسطينية، فمنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تترك الدولة المصرية اتجاها لدعم غزة إلا وسلكته. جهود عديدة تقوم بها القاهرة على كافة المستويات لتقديم المساعدات ولتحقيق الحل العادل والشامل بتنفيذ حل الدولتين، وها هي مصر قد نجحت في اليوم الأول من الهدنة في إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. افاد مصدر امني مصري رفيع المستوى نجاح اليوم الاول للهدنه ونجاح عمليه تبادل الاسرى والمحتجزين تحت اشراف كامل من مصر. وسلمت مصر 24 محتجزا الى الجانب الاسرائيلي، كانوا قد وصلوا الى معبر رفح البري من قطاع غزه عن طريق الصليب الاحمر. من جهتها قدمت الاطقم الطبيه المصريه الرعايه الصحيه للمحتجزين، حيث جرى الفحص الطبي ل 13 اسرائيلي و10 تايلانديين وفلبيني واحد. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وصول المحتجزين المفرج عنهم إلى إسرائيل، حيث خضعوا لفحوصات طبية. في غضون ذلك وجهت تايلاند الشكر لمصر عن دورها في إطلاق سراح المحتجزين التايلاند خارج إطار الصفقة. وبالمقابل أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 39 أسيرا بينهم 24 امرأة و15 طفلا في صفقة تبادل ضمن اتفاق للهدنة الموقع برعاية مصرية قطرية أمريكية. وأفرجت قوات الاحتلال عن عدد منهم من سجن عوفر العسكري غرب رام الله ومن معتقل العسكبية في القدس المحتلة. وأقامت حافلات ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الأسرى المفرج عنهم ووصولهم إلى الأراضي الفلسطينية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كلا من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وألكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء قد شهد عقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا والسيد ألكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس وضيفيه للتباحث بشأن الأوضاع في الإقليم، حيث حرص الضيفان على الاستماع إلى رؤية مصر للأوضاع الجارية.
وقد استعرض السيد الرئيس موقف مصر من التطورات في المنطقة، خاصة التصعيد في غزة، وأبرز سيادته الجهود المصرية المشتركة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع. وأكد السيد الرئيس على أهمية التحرك الدولي العاجل للعمل على الاستفادة من الهدنة الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية المطلوبة إلى أهالي القطاع، والعمل على إطلاق مسار سياسي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقد ثمن الضيفان الرؤية المصرية وأكد حرصهما على استمرار التشاور مع مصر باعتبارهما دولتي الرئاسة الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تستمر الهدنة الإنسانية في غزة من خلال تسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس، وأيضا من خلال إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إدخال مساعدات غذائية وطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. إحنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين، منهم أكثر من 5500 من الأطفال وأكثر من 2000 من السيدات. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة إحياء مسار السلام وأن يكون هناك حل للدولتين. كلمنا أيضا على مرحلة ما بعد الحرب، وأهمية أن أنا بقى مش هقول إحياء مسار حل الدولتين، لا، إحياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق الكثير. إحنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. إحنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الإسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدني، أغلبهم من النساء والأطفال. 27 ألف مدني سقطوا خلال 5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات، سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتوا عايزين، حتى يبقى نحقق الأمن لكلا
الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على أن إحياء المسار قد لا يكون هو الأمر المطلوب بعد اللي احنا شفناه، نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنة بيقول لنا ان احنا لابد ان نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن على إسرائيل الالتزام بالمعايير الدولية وأنه لا سبيل لحل دائم إلا بحل الدولتين. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره البلجيكي أمام معبر رفح، صرح بأن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعي لمؤتمر لإحلال السلام في أقرب وقت. من جهته قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو إن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا، مشددا على رفضه لقتل المدنيين، مكررا لما يحدث من تدمير لغزة وهدم للمجتمع فيها. كما قدم رئيس وزراء بلجيكا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان سلامة مواطنيه. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره الألباني إيجلي حساني، تناول تطورات الأزمة في قطاع غزة. وأكد شكري على تعويل مصر على دور ألبانيا في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الأمن في دعم مبادرات وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وتحقيق النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية. من جانبه أعرب وزير خارجية ألبانيا عن تقديره لجهود مصر لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك من دورها في الوصول لاتفاق الهدنة الإنسانية الحالي بقطاع غزة. أفاد مراسل التلفزيون المصري بدخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، وذلك تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية. دخلت الشاحنات المقدمتان من مصر لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح. أكدت الحكومة على إيصال نحو 30 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، منها 16 ألف طن من مصر و10 ألاف طن من المنظمات والهيئات الدولية و4 ألاف طن من عدة دول عربية وأجنبية. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ونائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي وعدد من المسؤولين شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري بشمال سيناء، بالإضافة إلى تفقد المساعدات في مدينة العريش بجانب زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين حيث دار حديث ودي، حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرص السيد الرئيس على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، قام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولاً للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مروراً بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين حيث دار حديث ودي، حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. ولادك دول؟ آه. ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواق. سواق إيه؟ شغال على عربية. عربية إيه؟ سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه مرة 120 كده.
بتاعتك العربية اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواق عليها. ازيك يا ست؟ ازاي صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. منور البلد. ده انت اللي منور. ساكنين فين؟ البساتين. البساتين. بتدفع ايجار قد ايه؟ والله بدفع 1200. ليه؟ هو ده صار. والله العظيم 1200. مصدقك ما تحلفش. مصدقك. الحمد لله على كل شيء. طبعا طبعا. مش عايز حاجة؟ مش عايز حاجة يا سيدي؟ الله يبارك. صحيح. الله يبارك فيك. خلي بالك عشان والله رايح اكشف عليهم اعمل ايه؟ ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. مش عايز حاجة؟ الله يبارك لك يا شيخ. طيب. السلام عليكم. حرصا من وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية العربية وبخاصة في مجال الإعلام الأمني، استقبلت الوزارة وفدا من مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العربية لزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، حيث شاهد إمكاناته ودوره في إبراز الجهود الأمنية لوزارة الداخلية. على هامش الزيارة السنوية لوفد من مدير إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، قام الوفد بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، زيارة تأتي من منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي بخاصة الرسالة الإعلامية الأمنية. إحنا بصدد الزيارة السنوية اللي بتتم للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، واللي هي من ضمن البرنامج العام السنوي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبيتم خلالها زيارة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لإطلاع الدول العربية على التجربة المصرية الرائدة في مجال الإعلام الأمن. تعرف الوفد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع لأداء دوره في تغطية كافة فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة وبث الرسائل والتقارير الإعلامية التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بشكل احترافي، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية عبر وسائل الإعلام المختلفة. اطلعنا عليه وروّرنا يا الإخوان اليوم في إدارة الإعلام الأمني، يعني يعكس مدى التطور في مجال الإعلام في إدارة الإعلام الأمني بجمهورية مصر العربية، وهاي شيء يعني مشرف، وإحنا إن شاء الله بنستفيد من هذه الزيارة والإضافة للوفود إلى المشاركة في هذه الاجتماع. كانت لنا فرصة للإطلاع على مختلف المجهودات المبذولة من أجل تطوير العلاقات العامة وكذلك المجال الإعلام الأمني من خلال معظم المرافق الأمنية أو الإعلامية التي تضمها وزارة الداخلية لجمهورية مصر الشقيقة. وقد أشاد أعضاء الوفد بالتطور الكبير والإمكانات التقنية والبشرية التي يمتلكها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والذي يسهم في نشر الوعي والرد على الشائعات ويعزز من القيم الوطنية والعربية، ما يعد نقلة نوعية في منظومة الإعلام الأمني الذي يحقق التواصل مع كافة وسائل الإعلام ومع المواطنين، مؤكدين على رغبتهم في تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من قدرات وخبرات الجانب المصري في مجال الإعلام الأمني. ظهرنا كثير في التقدم الحاصل بجمهورية مصر في الجانب الإعلام الأمني وتقدم المادة وأيضا الأدوات الإعلامية هنا في المركز الإعلامي. إن شاء الله هنالك بعض الأمور التي ستفيد الجانب الإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الزيارات بين الدول. حقيقة ما شاهدناه اليوم تجربة ثرية، بداية بالرصد الإعلامي وانتهاء بالإنتاج وتوظيف التقنية الحديثة، خاصة ما يسمى بالذكاء الاصطناعي في توصيل الرسالة الأمنية الإعلامية. نشكركم على زيارتكم لقطاع الإعلام للشرطة المصرية ولجميع القطاعات والمصالح اللي عدينا عليها
وشفناها بكل يعني احترافية، أداء احترافي، أداء مميز وتنسيق رائع ما بين الأجهزة في الإدارة العامة للإعلام. زيارة مهمة للتعريف بالقدرات الإعلامية التي تمتلكها وزارة الداخلية، والتي تسعى من خلالها إلى إبراز الجهود الأمنية وبث الرسائل التوعوية لخدمة المجتمع وتنمية الوعي ونقل الصورة الصحيحة والموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة. يمتلك قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إمكانات فنية وبشرية وتقنية كبيرة تمكنه من أداء رسالته الإعلامية في بث رسائل توعوية وإبراز جهود وزارة الداخلية. من هنا كان اهتمام مدير الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية لاستفادة من هذه التجربة الإعلامية المهمة في بلدانهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وهي تحمل الوقود وغاز الطهو والطعام والدواء، وهذا الوقود لن يستخدم فقط لتشغيل المستشفيات وإنما لتحلية المياه وكذلك للمخابز ولتشغيل مسألة عمليات الصرف الصحي. الآلاف من الفلسطينيين يعانون بسبب هذه الحرب التي أطلقتها حماس. حماس لا تأبه بما يحدث، وعلينا أن نفكر في المستقبل لننهي دوامة العنف الموجودة في الشرق الأوسط. علينا أن ننشد حال الدولتين، حيث يمكن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني العيش جنبا إلى جنب بكرامة وبحرية. دولتان لشعبين، وهذا مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. حماس شنت هذا الهجوم المريع لأنها شعرت بأن هناك خطورة في الوصول إلى حل للدولتين والعيش بسلام، ولذلك قامت بهذا الإرهاب. لا يجب أن نعطي حماس ما تريده، لا يمكننا أن نفعل ذلك. ودعونا اليوم نكون شاكرين لكل الأسر والعائلات الذين هم الآن مع أقاربهم لم شملهم، وأولئك الذين سيلموا شملهم. أشكر مجددا عبد الفتاح السيسي ونتنياهو وأمير قطر على هذه الشراكة، على جعل ما تحقق ممكنا وعلى قيادتهم. ونريد أن نواصل العمل معا في الأيام المقبلة. سأظل منخرطا مع قادة الشرق الأوسط، وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل للمستقبل، بناء مستقبل أفضل للمنطقة، مستقبل يكون فيه كل الأطفال آمنون، سواء مسيحيون أو مسلمون أو يهود عرب أو غيرهم، حتى يعيشوا ويترعرعوا في سلام. هذا ما يجب أن نفعل على. وبطبيعة الحال في الساعات المقبلة سنعرف أكثر عن أولئك الذين أطلق سراحهم اليوم. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم. سأأخذ بعض الأسئلة. We don't know all the conditions. Mr. President, how long do you expect this war is going to take? Have you encouraged Prime Minister Netanyahu to set a timeline, say, by the end of this year? I've encouraged the Prime Minister to focus on trying to reduce. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو الحديث الذي أدلى به جو بايدن الرئيس الأمريكي حول عملية إتمام تبادل الأسرى ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي وجه فيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية إتمام سيادته لهذه المهمة والوساطة المصرية التي أفضت إلى إتمام عملية التبادل التي بدأت فعليا اليوم. جو بايدن أعرب أن الهدنة تسير على ما يرام، وأنها بداية لمزيد من مجرد بداية لمزيد من استدباب الأوضاع في قطاع غزة، كما أشار إلى أهمية وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. كذلك جو بايدن قال إن هذه الجهود والوساطة المصرية والتعاون المصري الأمريكي في الأيام القادمة أيضا سيفضي إلى مزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،
ويجنب المنطقة المزيد من الصراعات والتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأهمية مواصلة العمل مع مصر في هذا الإطار. جو بايدن أعرب عن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحد من سقوط ضحايا مدنيين خلال عملية القضاء أو المواجهة التي تتم ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس، وهذا هو ما طلبه بايدن تحديدا من نتنياهو. I was able to get a resolution, a statement passed through there saying we're going to build a railroad. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد أربع مترشحين. تلقت وزيرة الهجرة سهى جندي 200 من أقطاب الجاليات المصرية من 30 دولة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس. وخلال زيارتها إلى دولة الإمارات لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. أكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج على أعتاب لحظة تاريخية لاختيار من يقود سفينة الوطن. من جهته وضح ممثل الوطنية للانتخابات ضوابط مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024. عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. جاء ذلك بحضور أمانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات والمراكز والأقسام بقاعة الأزهر للمؤتمر. الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تجرى على قدم وساق في ظل زخم شعبي لهذا الاستحقاق الأهم وسط تواصل انعقاد المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين. حزب مستقبل وطن يواصل بكافة أماناته تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أمانة المشروعات كان لها دور كبير خلال كام سنة اللي فاتت دولت بناء على القانون المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، وأيضا التسهيلات الخاصة في البرنامج الخاص بالتعديل الاقتصادي اللي حصل في مصر، والخاص أيضا بالشباب والجزء الخاص بالبعض المنح وبعض الامتيازات اللي حصل عليها الشباب. والنهارده بيرد الجميل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تواجدهم هنا، كثير منهم من اللي موجودين امام حضرتك دول ناس اصحاب مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر، وناس حصلت على بعض المشروعات وتمت نجاح هذه المشروعات بالشكل، واصبحوا رجال اعمال كبار كمان في بعضهم اللي موجود معانا حاليا. ان شاء الله بان شاء الله 10 و11 و12 12 هيبقى مظاهره ويوم لم يحدث في مصر قبل كده إن شاء الله، تعبيرا مننا عن حب الرئيس ووطنيته، وهو ده الراجل المناسب لهذه المرحلة إن شاء الله. خلال المؤتمر أكد المشاركون على الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودعوا جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبين المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع. من غير مؤتمرات إحنا معاك يا رئيس، ومن قلبنا بندعمك، ومش هنلاقي أفضل من الرئيس، وزي ما بيقولوا الرئيس تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والله أنا بقول للناس يبتدوا يبقى في مشاركة، يبقى في دور، لأن طبعا إحنا يعني الحمد لله الحمد لله يعني وصلنا المكان كنا في حتة وبقينا في حتة تانية أحسن كتير، فده دورنا إن إحنا المفروض إن إحنا نبتدي بقى نشارك ونأيد، ويعني دعم الرئيس يعني مش محتاج أي كلام من أي حد يعني. ده دور مستقبل وطن الحمد لله على أرض الواقع موجود في كل حتة بيدعم السيد الرئيس، وده دورنا جميعا سواء المركزية أو على جميع أنحاء مصر إن شاء الله بندعم الرئيس وبنبيعه. ده هو شيء مفرح جدا، الواحد بيجي يقعد في وسط الناس بيعرف دايما في كل مرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مراهن رهان كسبان، وهو الرهان على وعي الشعب المصري. ما يعني شيء مؤكد ان وباين في عيون الناس قد ايه في ترحاب بالموضوع، قد ايه ان شاء الله اليوم ده هيبقى يوم عرس ديمقراطي جميل جدا، هيشهد العالم كله
إقبال جماهيري على صناديق الانتخاب إن شاء الله. كان حزب مستقبل وطن قد أعلن دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. عقد المرشح الرئاسي فريد زهران لقاء موسعا مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم إلى الحملة. وتناول الاجتماع عرضا سريعا لما تم عمله من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة، كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي. وأوضحت الحملة الانتخابية أنها على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح الرئاسي وبرنامجه الانتخابي. نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الأسكندرية لدعم مرشحهم الرئاسي بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا. ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الثاني للمرشح الرئاسي حازم عمر لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات. عن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. Thank you.
وختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل ضمن اتفاق الهدنة بقطاع غزة. الرئيس السيسي يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا ويشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. وهدير أبو زيد، مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا حكمة. ويعني بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. والحقيقة أنه النهاردة عندنا أمل كبير بأول أيام الهدنة أنه إن شاء الله تمتد هذه الهدنة لهدن أخرى. تهانينا للشعب الفلسطيني والأهالي اللي هتقابل بعضها النهاردة. صحيح صحيح، ويمكن حالة من الانفراجة كده شايفينها من الصبح. ويمكن يجيلك أخبار كمان جديدة وتكون حلوة ووشنا حلوة على المشاهدين وعلى الفلسطينيين بإذن الله. هنتابع معكم ومع سادة المشاهدين على مدار الحلقة كل ما يحدث في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية. بالتوفيق. استأذنكم نبدأ حلقة.